لا ما تكترش من حمامات الماء الساخن، نمرة 3 ارتفاع درجة حرارة المنطقة بتاعة الحوض دي، فاحنا نبتعد عنها، اللي هو ضيق الملابس اللي هو الجينز وكده، وضع اللعب على الرجلين وكده. طبعا الإشعاع لو بيعمل إشعاع عشان عظمة مكسورة ولا دراع مكسور ولا حاجة، الإشعاع ده برضه ممكن يأثر لو إيه، لو وصل للخستين. فدي بيقتل الحيوانات المنوية. بعد كده الملوثات، المبيدات الحشرية برضه بتساعد. نقلل الأدوية التي الأدوية بتأثر على إيه، على الخصوبة. بعد كده عندنا إيه، ممارسة الرياضة بصفة منتظمة بتحسن جودة الحياة المنوية. بالنسبة للنساء، الإقلاع عن التدخين والكحوليات والكافيين، يعني شرب القهوة والحاجات كده أكتر من فنجان، طبعا بيساعد على إيه، موضوع العقم. ممارسة الرياضة بخشونة برضو بأثر بالنسبة للمرأة. في عندنا برضو للنساء عندنا إيه، المحافظة على الوزن ولا يكونش